استأنف الصيادون أعمال الصيد في المناطق الساحلية التي أمنتها قوات المقاومة المشتركة من ميليشيات الحوثي الإرهابية، وباتوا يمارسون أعمالهم بحرية. عادت الأوضاع إلى طبيعتها في المناطق التي حررتها القوات المشتركة بالساحل الغربي، واستبشر المواطنون خيرا باندحار الميليشيات الكهنوتية وهزيمتها وطردها بعد 3 سنوات ونصف من الظلم والطغيان والتعسف بحق المواطنين، ومنع الصيادين من الاصطياد بسبب زراعة الألغام البحرية وفرض الإتوات والجبايات الغير القانونية من قبل ميليشيات الكهنوت الإجرامية. من يوم ما باكوا الحويتة يعني أنصار الله الدنيا صار بخير وآفية الحمد لله، والسمك متوفر والدنيا صار آمنة بكل شيء، يعني اليمن صار الشعب كله يتحرك. الساحل الغربي يعني كله دحين يعني في الصيد عايش على البحر ذي. الحمد لله احنا في امن في قرار في استقرار، ويوم ما دخلت يعني التحالف ان احنا المقاومه المشتركه لما دخلوا امنوا لنا البلاد وخلوا احنا نشتغل في امان، وفي يعني ما كنا يعني ايام الحوته مستظلين لا نشتغل ولا نعمل ولا نخرج يعني الى السوق ولا نخرج، يعني ظالين في بيوتنا من دون امل. وعندما دخلوا التحالف المشترك هذه الحمد لله احنا في امان في استقرار، والامن الصيادين يعني يشتغلوا يعني تمام وبراحه وبسلا، واصبحت يعني المديريه القوقه بين من كل المحافظات. ها هم صيادو الساحل الغربي عادوا لممارسة نشاطهم وأعمال الصيد بعد إن ذاقوا الأمرين جدا، انتهاكات العصابة الكهنوتية السلالية التي تدعي الحق الإلهي لها في الحكم والثروة دون سائر الناس، حيث أكد الصيادون إن منذ اندحار الميليشيات الكهنوتية والصيادون تنفسوا حريتهم وممارسة اصطيادهم بكل حرية وبشكل طبيعي، شاكرين المقاومة الوطنية المشتركة على تطهيرها للساحل الغربي من هذه الميليشيات السلالية الإجرامية التي جثمت على صدورهم منذ أكثر من 3.5 أعوام عجاب. احنا يعني نشكر في أيام عهد عبد الله صالح مارقين الزيوه حتى لآخر عمر من عمرنا علي عبد الله صالح، يعني طرح لنا الأمان وطرح لنا يعني الدنيا كلها، والدنيا كانت رخيص، ومن يوم ما أنا ولنا لنا اليوم 6 سنوات وإحنا نعاني الغلاء والأزمة هذه. وما عندما قالوا يعني إلى والي أمرنا قالوا له ارحل وإحنا نلاقي الأزمة هذه وحتى نلقى الغلاء لحد الآن. وبقوة الله وسواعد الأبطال وخطط القادة الحكماء العسكريين وإسناد من الإشقاء بدول التحالف العربي تم دحر فلول الظلام وإعادة الاصطياد بشكل طبيعي وآمن بكل المناطق المطهرة بالساحل الغربي، فحيث وصلت تلك الميليشيات يتم دحرها ويتم عودة الحياة إلى طبيعتها. ميليشيات إن وصلت منطقة دمرتها، وإن ابتعدت قصفتها بصواريخها وغيرها من المدمرات. هكذا هو مسيرة الشيطان الميليشياوية. هكذا أصبح الصيادون يصطادون بكل حرية وأمن واستقرار بعد دخول المقاومة المشتركة الوطنية وتطهير الساحل الغربي من شرور الظلام الكهنوتية ميليشيات إيران الحوثية. هكذا الاصطياد أصبح بأمن واستقرار، يعيش في رخاء واستقرار بعد تطهيرها من ميليشيات الكهنوت الإجرامية. لقناة اليمن اليوم والإعلام العسكري من الساحل الغربي عبد الوهاب نمران، محافظة الحديدة. نفذ الهلال الأحمر الإماراتي مشروع توزيع أضاحي العيد على نازحي الساحل الغربي في محافظة الأحج في إطار التخفيف من معاناتهم.